بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين. ها نحن مقبلين على الذكرى الثالثة لقيام ثورة اللؤلؤ المجيد التي قامت من أجل المطالب وحقوق هذا الشعب المظلوم ومن أجل رفعة الدين. نقف اليوم رغم عدم الجلد والمصاب، رغم عظم الحطب الذي مررنا به ورغم الجراح التي تنخر في جسد هذا الوطن، إلا أننا كما عهدتمونا صامدين صابرين مقاومين الظلم والطغيان، وهكذا عهدنا منذ سقوط أول شهيد في الثورة، ونحن باقون على العهد ما بقينا. عهدنا حط بدم فاضل المتروك الذي خرج من أجل الدين ومن أجله سيبقى أحرار هذا الوطن مستمرون، وحرارة دمائه قسما لم تبرد، والقصاص قادما حتما، والله عز وجل وعد المظلومين بالنصر والأخذ بحقهم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يا شعب عوال، يا شعب التضحية، يا شعب العزة والكرامة، هذا النظام الأرعن لطالما حاول وجاهد أن يصمد صوت الحق الذي نطقتم به، ولطالما جسد شهداءنا وطلقات الشوزن ومن طبعت على جسده سياق الجلادين. ورغم علمنا بما يملك إلا أننا شعب أعزل، لم نخاف طلقات البنادق وواجهناهم بصدور عارية، مؤمنين بأن إيماننا بالقضية أقوى سلاح نواجه فيه النظام. أيها الشعب الصابر عصيان العزة، أنتم من يصنع نجاحه، وأنتم من ترهقون به هذه السلطة لنجعل هذه الفعالية الكبرى كالرصاص في نحو السلطة.